فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. احييكم ونلتقي بحضرتكم مباشرة من ملعب 30 يونيو بدار الدفاع الجوي في القاهرة وسط هذه الاجواء الجزائرية المصرية العربية الامازيغية المغربية التونسية الموجودة في مدرجات ملعب الدفاع الجوي في حضور جزائري يقدر ب 3000 مناصر جزائري من جاليتنا الجزائرية الموجودة في القاهرة من الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر ومن اولئك الذين تنقلوا من كل بقاع الدنيا لأرض أم الدنيا في مصر لحضور مشاركة جديدة هي 18 بالنسبة للمنتخب الجزائري في مجموعة كينيا السنغال وتنزانيا. قبل هذه المباراة طبعا السنغال كانت تفوقت على تنزانيا بهدفين مقابل صفر. أجواء كبيرة في مدرجات ملعب 30 يونيو قبل ثواني من دخول الفريقين لأرضية الميدان في أول مواجهة جزائرية كينية في نهائيات كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ. الكينيون الذين يشاركون لسادس مرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية يعودون إلى المشاركة بعد 15 عاما من الغياب منذ سنة 2004 في تونس. الجزائريون الذين سيخوضون هذه البطولة من دون ضغوطات كبيرة جدا سواء كانت إعلامية أو جماهيرية مقارنة بالضغوطات الكبيرة التي كان يعيشها اللاعبون الجزائريون في مشاركات سابقة، خاصة وأن منتخب بلادهم منتخب بلادنا شارك مرتين متتاليتين في نهائيات كأس العالم 2010 و2014. فطبيعي أن الجماهير الجزائرية كانت تأمل في أن تكون مشاركتنا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية أفضل بكثير مما كانت عليه فيما سبق. ولكن الجوي أن في العاصمة المصرية لديك سخر مايكل في خمس سنوات المنتخب الجزائري ليس بهين تماما على الفارس بنجاح في اول كره وبين محمد فارس المدافع الايسر في تلقى نولاي خطير بابا 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 يوسف ابلايلي ولا رائع انت يا عيسى مندي واروع هنالك يا ابلايلي. الكرة في الخلف، الكرة في العمق خلف مدافعي منتخب كينيا، وأول كرة ليوسف بلايلي كاد مثل أوميندي ليلعب في السويد. رياض محرز بينية الاستناد على بغداد بونجاح رياض هذه الركنية الدفاع يخرجها مباشرة في التماس لرياض. كذلك جمال بالعمري في الخط الخلفي كرة بعيدة الاعتماد على الكرات الطويلة والبعيدة. بونجاح راح بونجاح وصلته بونجاح والتغطية الدفاعية عن طريق عاصم مجددا. رياض محرز يلحق على هذه الكرة تغطية دفاعية من هنالك تروح لبنس لمدافع عبود عمر سهله لرئيس وهاب بلحي هذه الكره وسمعت حتى مدرب فينيس يقول نفس الكلام او هنا مع المنتخب الجزائري. ولكن هناك ميكانيزم من جمال عنده الكره الان بالعمري جمال بالعمري لاثبات وجوده وفي صناعه الفارق تكلفه في بعض الاحيان غاليا. شفناه على الجهه اليسرى توصل مباشره لماسيكا في اتجاه عدلان قد يرى يرفع كرة بعيدة من هنالك ناحية بلايلي أو بنجاح رقم في الكرسي الاحتياط حتى هو ثري بالنسبة للتشكيلة الجزائرية مع زدين دو. كرتك مع الترجي والمنتخب الجزائري كرة بعيدة خطيرة ايسامن الضغط العالي جزائري يوسف البلايلي يحاول يمر والحكم يصفر له خطأ لصالح رامي بن سبعيني. رياض يرفع كرة بعيدة للأمام من هنالك لبغداد والدفاع يتدخل استلم ابو نجاح ورياض ابو نجاح راح ابو نجاح دخل الحكم ماذا قال داخل منطقة العمليات يا سيد الحكم البطاقة الصفراء للمدافع عبود عمر هل ألم يكن داخل منطقة العمليات يا سيدي مرة ثانية يرفع الكرة بشكل خطير رياض يتقدم رياض يسدد الكرة في الركنية تروح من هنالك في الوسط ناحية ماسيكا في صراع عدل سفيان فغولي حتى تغطية دفاعية من هنالك وسفيان فغولي يرتكب خطأ نعم يقول حق أو عفوا عندنا بالعمري وعندنا مندي خطير يوسف البلايلي يطلبها سفيان ولكن لم تصل وينكم وين رامي بن سبعيني خرج له يوسف البلايلي استلمها دخل رامي بطاقة أخرى بطاقة أخرى لأوتشينو مدافع يا عطال ارجع يا عطال الانطلاق على الجهة اليسرى ماسيكو
تغطية دفاعية من الميات الإفريقية. عارفوا عدلان قديورة. أوه. الماسيكا يوسف عطال ماسيكا مرود تمر من ماسيكا وتمر من ريالي واصل جمال بن عمري هيلة منه وخطأ كل حكم المباراة. تكبه دقيقة لعب. تعيس غير مزعج هجوميا. يلعب جول وتغطيدة. با 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 يوسف البلاي اللي سدد كرة سفيان والحارس يصد وكاد ياتي الجول وان يا منطلق كرة هيل عطال لا يا يوسف يستلم الكرة يلعب ليوسف البلاي لي. يوسف البلاي يبحث عن بنجاح والحكم يصفر له خطأ سفيان ما زال عنده الكرة اي وخطأ يكون حكم المباراة من الكرات البعيدة يا جمال بالعمري قوة يتدخل وكذلك بن ناصر رياض بابا 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 صعبة مرت ببضع سنتيمترات هذه الكرة مرت سلامات على الحارس شوف القوة كاد ياتي الجول من كرة ثابتة لو لم تضرب فيك شكون انت سفيان يوسف البلايلي استلم الكرة محاصر ما زال او بنجاح عفوا ويستفيد من خطأ يصفر له عطل دخل عطل راح عطل ما زال عطل عطل وضرب جزاء وضرب جزاء يا سيدي الحكم فعلها في اول لعبة وفي اول هربة في اول دخلة وفي اول المحاولة هجومية يوسف عطال يتحسر على ضرب الجزاء والحكم المالي محمد كايتا ينتظر طبعا ليس هنا يستعد بغداد با 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 جول بالبراءة وبالروعة وبالأناقة يا سلام بغداد يا بغداد يا بنجاح ينجح في هز الشباك وتسجيل أول أهداف المنتخب الجزائري في المونديال الإفريقي بغداد بنجاح فعلها وسجل هدفه الأول الهدف 11 لبغداد في 22 مباراة مع المنتخب الجزائري بمعدل هدف في كل مبارتين يحق لك أن ترقص وإحنا نصفقوا لك ونغنيوا لك كذلك هاي اللعبة انت يوسف عطال والتوغل ولكن الولد هذا لا يصبر يجب أن تتعلم الصبر في الكرة حتى يشجعوا في بعضهم البعض في هذه البطولة 3000 مناصر جزائري وانياما بعيدة 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 راحت يا يوسف على وغم رياض خطورة عوننا التوزيع عطال تسديدة مرة سلام اسماعيل بن ناصر كرة خطيرة اسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول إلياي جول يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43 ضربة رائعة من يوسف بلايلي يلعب مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا يمررها لكبيرنا رياض الذي يأتي وبيسرى يحطها في الجول شوف اسماعيل ماذا فعل راوغ ومرر توقف ثم استلم دخل فوزع رياض بيسرى ضربت في المدافع ودخلت جول شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكرة التي أدخلتها كرة رياض راحت في الجول هدف ثاني هدف 11 وما أوتشينو هو اللي دخل بسرعة من رأس بغداد بنجاح يبعث عن يوسف بلايلي والتغطية دفاعية من هنالك عليهم الضغط ولكن 2-0 الأمر مريح في وقت أندي ديلور في المزال سفيان وتوزيع رائعة يوسف البلايلي والدفاع واسمعين اسماعيل بن ناصر ليبحث عن بغداد بنجاح كرته لم تصل كانت خسيرة كرة اسماعيل اسماعيل بن ناصر يوسف بن سبعيني بن سبعيني لبن ناصر هاي كرة جول هاي كرة جول هاي كرة جول ترجع لاسماعيل بغداد واسماعيل يو 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 تدخل قوي من امام اسماعيل بن ناصر كل متموقع بالشكل اللازم والتغطية من جمال العمري بروعة سفيان سفيان بابا بابا رائعة ولا اللاعب اوميندي ورويس يخرج الكرة خليهم يرتاح نعم ولكن بشرط اننا نضيف الهدف الثالث ممكن حتى بالعمري في الوسط ليوسف بلايلي في تدخل خشن من الخلف هنا نيغالي الذي فاز بدوره على تنزانيا اكيد فكر في المباراة الثانية يا جمال عناصر المنتخب الكيني في خطأ على جمال بالعمري نعرف جمال ماذا تعانيه امامه رامي يوسف رامي دخل رامي رامي بن سبعيني توزيع رائع
النحاس. يرى مرة ثانية، هل ضيعتها؟ وصلت لبنجاح، وضع تسلل، يقول حكم المباراة. وانطلق رياض وعطل مرة ثانية. أصيب كثيرا، نعم مصيبة كثيرا وتأثر كثيرا. وين رايح يوسف؟ يغطي كورتو والخطأ، يقول حكم المباراة لصالح